يا اهلا بيكم لكم التكنولوجيا. ودايما السؤال ده كان كل سنه في كل وقت بشوفه كتير قوي في الكومنتس. يوسف، اشتري الايفون 12 الجديد، النسخه مش البرو، النسخه القليله، ولا اشتري 11 برو بتاع السنه اللي فاتت؟ اشتري الاس 20 الترا، افخم موبايل سامسونج نزلته السنه اللي فاتت، ولا اروح اشتري الاي 72؟ في الفيديو ده حبيت امتحن فكره اللي انا اشتري فلاجشيب السنه اللي فاتت ولا اشتري ميد رينج السنه دي، اشتري اقوى موبايل نزل السنه اللي فاتت ولا اشتري موبايل متوسط حلو السنه دي. واسعار الموبايلات يا جماعه اسعار قريبه جدا. الايفون 11 برو انت بتتكلم حاليا على سعر تقريبا في رينج 14250 14500، الايفون 12 نسخه 128 بتتكلم عن سعر حوالي 15000، يعني فرق 500 جنيه بين الموبايلين. القصه مختلفه شويه من الاس 20 الترا والاي 72، ده بتتكلم عليه تقريبا في رينج 10000 مستعمل، وده بتتكلم عليه في رينج 7200. بس لو انت هتقارن هيد تو هيد، انت ممكن تجيب الاس 20 العادي هيكون بنفس سعر الاي 72. تركيزي في الفيديو ده هيكون رايح اكتر شويه للسامسونج، لان انا اوريدي عملت فيديو مفصل عن ايفون 11 برو ولا تشتري ايفون 12. انا فضلت استخدم ايفون 11 برو ماكس لمده سنه، بعد كده اول ما ايفون 12 نزل كان هو ده الايفون 12 اللي انا جبته، هو ده اول واحد نزل. وساعتها عملت فيديو 8 اسباب تشتري ايفون 12 وما تشتريش ايفون 11 برو ماكس، ودايما اجابتي هتكون واضحه في الاثنين دول انك تروح تشتري ايفون 12. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر كتير قوي اشجعك انك تروح تشوف الفيديو كامل من الاي هنا فوق على اليمين. ولكن فيديو النهارده هنركز شويه على السامسونجات، وهنركز على الفكره عامه بتاعت ميد رينج السنه دي ولا فلاجشيب السنه اللي فاتت. يلا بينا. نبدأ على طول كده بالسرعة. دايما سؤال بيجي لك، هل هو الموبايل الأسرع؟ هو الموبايل هيفتح تطبيقات اسرع، هو الموبايل هيفتح العاب اسرع، هل هو الاس 20 بتاع السنه اللي فاتت ولا هل هو الاي 72 بتاع السنه دي؟ الاجابه وبكل وضوح وبكل اختصار من غير اي تفكير لمده لحظه، الاس 20 بتاع السنه اللي فاتت اقوى كتير كمعالج. بنتكلم عن المعالج اكسنس 990 ضد السناب دراجون 720 جي. احنا عارفين المشاكل اللي كانت موجوده في المعالج بتاع الاكسنس 990، ان هو كان بيسخن ومشاكله كتيره، وفي نسخه السناب دراجون كانت احسن منه كتير. ولكن بنسخه الاكسنس 990 والنسخه دي حتى بعد ما تسخن مازال موبايل الاس 20 اسرع شويتين ثلاثه حلوين من الاي 72 بكتير بكتير قوي. انت لو هتفتح لعبه زي جيت باك جوي رايد مثلا وتتفرج على الموبايل اسرع 7 ثواني 6 ثواني من التاني، حاجه كده يعني. بالنسبه للايفونات الفرق ده مش واضح قوي، مع ان هنا انت عندك الاي 14 بايونيك البروسيسور الاحدث، هنا انت عندك الاي 13، بس يعني الفرق كاداء كسرعه اداء الموبايلين اوريدي سرعه جدا 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 على انك تلاحظ الفرق بينهم. بس تكنيكلي هنلاحظ الفروقات دي بقى في البروسيسور بس في حاجات تانية قدام. ندخل في خامات التصميم على طول. وعلى الورق الموبايلين دول بيجوا بنفس نوع الخامات، انت بتتكلم على ازاز من الخلف، ازاز من الخلف، ازاز من قدام، ازاز من قدام، المنيوم حوالين داير، المنيوم حوالين داير، الموبايلين دول بيقدموا نفس الخامات بالملي. كيوسف بقى انا شايف ان الاي 72 قد يكون احلى كملمس وكموبايل شكله انيق اكتر مش بيبصم. الموبايل الاس 20 الترا ده من اسوأ واصعب الموبايلات في التصوير عامه، يعني احنا بنواجه صعوبه ان احنا بنشيل بصماتنا في كل حته تلمس فيها الموبايل ده. الاي 72 انيق، الاي 72 اهدى، الاي 72 احلى كتير جدا جدا كتصميم. على ناحيه الايفونات بقى، انا مع الخامات بتاعت الايفون القديم. ايفون مات، ايفون كان اللون الجولدن فيه كان تحفه، بس في نفس الوقت التصميم الجديد الحاد بتاع ايفون 12 لا يعني مميز قوي. انت عارف وانت ماشي ان ده الايفون الجديد، ايفون ده اللي شكله اروش، ايفون ده الى اخره. بس صراحه لو كل حاجه في الموبايلات دي زي بعض وخيروني، انا عن نفسي هروح لتصميم الايفون 11 برو، تصميم اريح في المسكه وتصميم احلى كبصمات وكحتى ملمس. طبعا في حته جيكي كده جوه كل شخص فينا، ولازم تقارن البنش ماركس ابلكيشنز اللي بتقيس قوه البروسيسور والجرافيكس كارد والحاجات دي، والحته الجيك اللي جوايا طلعتها اكيد في الموبايلات دي وعلى اختبارات بنش ماركس كتير، كلها في الاخر بتحوم ان الاس 20 او الاس 20 الترا هو اربع اضعاف في معظم الارقام عن الاي 72. فرق المعالج فرق كبير جدا، والارقام دي باينه في البنش ماركس. الايفونات في فرق في البنش ماركس، ولكن على ارض الواقع زي ما قلنا مش هتلاحظ الفرق ده فعلا. الجيمنج برفورمانس الاداء في الالعاب، ايه هو الموبايل اللي هيديك
اداء في العاب كويس، وانا مش بتكلم اداء في الالعاب يعني بروسيسور قوي او جي بي يو قويه، بس لا انا بتكلم اداء كويس، جي بي يو كويسه، شاشه حلوه، سماعات محترمه، تجربه الالعاب تكون تجربه متكامله في اني موبايل اكتر. خلينا نكون منصفين شويه، احنا بنقارن هنا الاس 20 العادي اللي هو شاشته 1080 فول اتش دي بلس بالاي 72 اللي برضه شاشته فول اتش دي بلس، فانت بتقارن تقريبا شاشات زي بعض. الشاشه هنا سوبر اميلد، ولكن الشاشه هنا دايناميك اميلد. الشاشه هنا فيها سطوع اكتر، فيها تشبع الوان احلى، فيها كونترست ليفلز كده روشه، الاتش دي ار بتاعها اتش دي ار اكتر عشان البرايتنس اعلى، فانت بتحس كده بالحلاوه وانت بتتفرج على الافلام. فبصراحه كتجربه العاب دي شاشه من سامسونج، دي سوبر اميلد، دي شاشه جميله وكل حاجه، ولكن تجربه الشاشه دايما هتكون احلى في الاس 20 حتى العادي مش الالترا. وبرده نرجع ونقول ان الاداء هنا اقوى كتير، بروسيسور هنا اقوى شويه، حلوين، بيسخن وليه مشاكله اللي اتكلمنا عليها السنه اللي فاتت كتير، ولكن مازال بروسيسور اقوى بكتير من السناب دراجون 720 جي. انا شايف صراحه هي مش مقارنه، هي تجربه العاب في الاس 20 احلى بكتير من الاي 72، مش هينفع نقارن. الايفونات بقى القصه يعني تختلف، وركزوا معايا في الحته دي. الشاشة بتاعت الايفون 11 برو هي شاشة احلى واقوى من شاشة الايفون 12، ولكن خليني احكي لكم قصة سريعة كده. السنة اللي فاتت لما ابل نزلت الايفون 11 الجديد كان قبليه في الايفون 10 اس ماكس او 10 اس اللي هو كان الموبايل البرو ساعتها، وده كان الايفون 11 اللي هو كان العادي ساعتها. فرق الشاشة من الايفون 10 اس والايفون 11 كان فرق كبير. شاشة الايفون 11 كانت شاشة اي بي اس ال سي دي، ما كانتش شاشة اولد زي ما هي موجوده في الايفون 12 السنه دي، فساعتها كان الفرق هيبقى واضح جدا 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 في الشاشه. ولكن السنه دي الايفون 11 برو من الايفون 12 فروقات الشاشه في فرق في السطوع بسيط، ولكن الشاشتين دول قريبين جدا جدا من بعض. وفعلا انا لو كنت مخبي كده الفريم بتاع الموبايلات وجيت قلت لك اني موبايل ايه، انت مش هتعرف تخمن فعلا الموبايل ايه لو انت في اضاءه غرفه، لو خرجت في الشمس ممكن تلاحظها عشان السطوع، ولكن جوه الاوضه مستحيل تعرف الفرق. كاداء المفروض في اختلاف في المعالج الاي 14 والاي 13 زي ما قلنا، ولكن كبرده اداء في الالعاب حتى الالعاب الثقيله زي ببجي واسفلت وغيرها من الالعاب الثقيله برضه مش هتلاحظ الفرق الرهيب في الاداء. كسماعات وكحاجات الموبايلين بيجوا بنفس سيستم السماعات بالملي، انا مش عارف اقول لك اني موبايل هيديك تجربه احلى في الاداء، ما اقدرش اقولها لك. انا بصراحه انا هكون مايل ايه لو هجرب تجربه العاب حقيقيه، هكون مايل للايفون 11 برو ماكس الحجم الكبير من الايفون القديم، لان هو يديني شاشه كبيره فهكون منغمس اكتر في الالعاب، ولكن غير كده مفيش اي حاجه تانية اقدر افرقها من الموبايل. ونروح للنقطه الاخيره وهي الكاميرات. طيب نبدا بالاي 72 والاس 20 الترا. طبعا انت لو هتقارن بالاس 20 الترا ودي هتكون مقارنه غير عادله، فانت عندك هنا 100 اكس زوم وعندك هنا فيتشرز قويه جدا، ولكن احنا حرام نقارن مع الالترا، فاحنا هنشيل 100 اكس زوم هنحط 3 اكس بس بتاعت الاس 20 العادي، وهنقارن كواليتي الصور طالعه من الموبايل ده والموبايل ده، وكواليتي الصور مش هتلاحظ فرق كبير. سيربرايز. الفرق ممكن يكون باين اكتر في البروسيسنج اللي بيحصل في النايت مود، البروسيسنج اللي بيحصل في النايت مود بيبين شويه فروقات، قوه البروسيسور بتطلع في الحته دي، ولكن فرق كاميرات في ضوء النهار، علم الالوان قريب من بعضه، كل حاجه قريبه من بعضها، الصور قريبه جدا من بعضها. كفيديو لا الاس 20 يكسب جدا، انت عندك 8K فيديو في الاس 20، عندك سلو موشن محترم، عندك كميه فيتشرز في الفيديو مش موجوده خالص في الاي 72، فلو انت شخص جاي موبايلك تصور فيديو اس 20 100%، بس كصور عاديه الفروقات مش جامده قوي. الايفونات بقى يعني قصه غريبه وبتلخبط. انت عندك هنا كاميرا زياده 2 اكس زوم، ماشي، كاميرا بتديك بعد 2 اكس اوبتيكال زوم. الكاميرا 2 اكس دي المفروض اللي هي بتديك صور بورتريت احلى، بتديك صور كده على 2 اكس زوم، بتديك واحد كده واقف، بتديك صور شكلها اجمل كتير، ولكن غير كده كاميرات الايفون 12 الايفون 12 العادي مش 12 برو هي احسن في كل حاجه تانية. انت بتتكلم هنا عندك كاميرا وايد انجل اقوى كتير، والبروسيسور الجديد بيقدر يديك نايت مود في الالترا وايد، بيخلي صور الالترا وايد فيها نويز اقل كتير جدا واحلى كتير من الايفون 11 برو. البروسيسنج بتاع الصور نفسه تطور، الكاميرا ال1 اكس بتطلع الوان احلى سنه في اوضاع الاضاءه الصعبه. كتصوير فيديو برضو انت عندك هنا ال اتش دي ار 10 اول مره واول سنه تجرب نسخه ال اتش دي ار، الفيديوهات ال اتش دي ار بتنور جامد قوي، تلاقي الشاشه منوره، التصوير منور، ما عندكش هنا اتش دي ار. تصوير الفيديوهات بالليل بالايفون 12 احلى كتير من تصوير الفيديوهات، هو ما فيش نايت مود في الكاميرا ولا حاجه، بس السنسور نفسه والبروسيسور نفسه بيقدر يطلع
فيديوهات شكلها احلى بالليل في ال12 عن ال11 برو. كتجربه كاميرات عامه مش عارف اقول لك اللي هي هنا في فيتشر واحده زياده وهنا في كل الميزات السوفت ويريه وحلاوه الفيديوهات موجوده هنا. ومره ثانيه لو عايز تعرف تفاصيل اكتر احنا عملنا فيديو مفصل كبير بيتكلم فقط عن موبايلين دول، لازم نشوف. وكتلخيصا لفكره فلاكشيب السنه اللي فاتت ولا ميد رينج السنه دي، دايما انا كنت مقتنع لا روح اشتري ميد رينج السنه دي عشان تستفيد بالفيتشرز الجديده وتصير، دايما كنت دايما اقول الكلمه دي، ولكن مش دايما الكلمه دي صح. في سيناريو سامسونج انا شايف ميد رينج السنه دي لا هو مش احسن من فلاكشيب السنه اللي فاتت. على الايفون لا ميد رينج ميد رينج جدا اللي هو 15000 ميد رينج، هو مش ميد رينج قوي يعني، بس ايفون 12 لا هو احسن من ايفون 11 برو. فده كان رايي ونظرتي. لو عجبك الفيديو وعجبك نظرتي قول لي انها عجبتك ما عجبتكش، قول لي رايك في الكومنتس تحت. هل انت شايف ان انا كنت منحاز لحاجه معينه في الكومنتس؟ احب اعرف رايك واحب نفتح كونفرزيشن كمان، اعرف اراء بعض تحت في الكومنتس. شكرا شفت الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس كده ما تخليش نفسك تتابع. اشوفكم.